السلام عليكم، مرحبا في قناة منى مدربة سواقة في أبو ظبي. أولا قبل أن نبلش هالفيديو الجديد، أود أن أشكر كل المشتركين والمشتركات على الدعم، وأشكر كل مشاهد ومشاهدة أول مرة تشاهد هذا الفيديو، أشكرها على المشاهدة. أختي الكريمة، أخي الكريم، إذا عجبتك القناة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد فيما يخص تعليم قيادة سيارة في أبو ظبي الإمارات. اليوم موضوعنا حيكون عن باركين جانبي، بس هالمرة بالخطوط الأرضية. باركين جانبي، رجوع بالخلف بالخطوط الأرضية. زي ما بتلاحظون عندي في المرآة باركين جانبي بالخلف. وطبعا احنا قبل ما نبتدئ الباركين لازم اولا ننزل او نعدل المرايات الجانبية، ننزلها شوية تحت. خليني اولا افرجكم شو نوع الباركين اللي حندخل عليه. الباركين طبعا زي ما بتلاحظون، باركين هذا الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، والزاوية الرابعة. طبعا هذا باركين جانبي بالخطوط الأرضية، معناتها السيارة بترجع بالخلف وحنصف. طبعا هذا باركين أول، خلينا نصف الباركين رقم 2 طبعا بالخطوط الأرضية. هذا سؤال كان جاني سابقا في الكومنت، كيف نرجع بالخلف باركين جانبي بالخطوط الأرضية. فأول شيء زي ما قلت لكم مشاهدينا الكرام، خليكم معنا. أول شيء نعدل المرآة، ننزلها شوية تحت. زي ما بتلاحظون المرآة الجانبية بعد نعدلها. أول خطوة سيارتي مستقيمة، المسافة ما بين سيارتي والرصيف، سيارتي والباركين اللي سوف أدخل عليه تقريبا مسافة شو؟ نص متر. أنا خلي النص متر تقريبا بهذا الشكل. ما بين البارك اللي سوف ادخل عليه والسيارة بتاعي نص متر. فطبعا البارك اللي سوف ندخل عليه فهو بتلاحظون اول خط زي ما بتلاحظون. نرجع بالخلف حتى يصبح الخط الاول اللي هو الزاوية الاولى متوازية مع العجلة الخلفية، متوازية مع العجلة الخلفية مع إشارة اليمين. طبعا ألف كامل على اليمين، أيوة. بعدين أنتبه للمرآة، مرآة اليسار ظهرت عندي الزاوية رقم 3 بتاع الباركين، زاوية رقم 3. الحين تظهر عندي الزاوية رقم 4، ظهرت عندي. عدل السكان، بمعنى أخلي العجلات سيدة ستريت. طبعا هذا الباركين هو رجوع بالخلف في 3 نقاط، كامل يمين سيدة، كامل يسار. أرجع بالخلف، لغاية ما يصبح قبضة الباب الخلفي تقريبا فوق الرصيف، كامل على اليسار. لاحظوا معايا، أول ما تصبح السيارة مستقيمة، نعم صارت مستقيمة الحين،
احدى السكان هاند بريك باركينج. زين الحين حنحاول نطلع من الباركينج، نغير الجير، ننزل الهاند بريك كامل على اليسار. زي ما بتلاحظون المسافة ما بين الرصيف والسيارة تقريبا 5 سنتي. الحين انا سوف اخرج من الباركينج، اشارة يسار، نشيك ما في حدا في الشارع، بعدين اطلع. فبالتالي باركينج دخول بالخلف الى الباركينج الجانبي يعتمد على المرايات الجانبية. وطبعا احنا سويناه في 3 خطوات، كامل يمين سيدة كامل يسار. انا اتطرقت له سابقا بالاقماع، ولكن هالمرة تحت طلب احد المشتركين في القناة انه اسوي باركينج جانبي بس بالخطوط الارضية. طبعا انا اود ان الى هنا بنكتفي بهذا القدر من الفيديو. ليش؟ لان طبعا الباركينج الجانبي انا شرحته عدة مرات، ولكن هالمرة شرحته بالخطوط، وسوف اشرحه ان شاء الله مرة ثانية ما بين سيارتين بالخلف. والى هنا اشكركم اخواني اخواتي المشاهدين والمشاهدات، ونلقاكم ان شاء الله في رعاية الله. الى اللقاء، معكم السيدة منى مدربة سواقة في ابوظبي.